هنتكلم عن ارتفاع نسبة الطلاق، هل هي ظاهرة؟ هل فعلا النسبة مرتفعة؟ هي ظاهرة حاليا في الوقت اللي احنا حالي. النسبة ارتفعت جدا في ال3 سنين الأخرانيين عن 2014 أو 2015، بدأت ترتفع من 16 و17 و18 بشكل خطير، شكل يمثل ظاهرة لازم ناخد بالنا منها ولازم ندور على أسبابها ونشوف هل نقدر نحل، هل ايه اللي ممكن نقدمه احنا كمأذونين كمجتمع كدولة. اسباب الطلاق عموما كتير جدا واسباب متنوعة جدا، ولكن اهمها وده اللي احنا كمان عايزين نركز عليه لان اصبحت ظاهرة منتشرة في مصر، اسباب الطلاق للمعاش، مطلقات للمعاش، اللي الاب لا يعول او لا ينفق او مريض او لا يعني لا يقدر على الكسب، فبتضطر الست انها تتطلق باتفاق مع جوزها على اساس انها تعمل طلاق للمعاش. ارتفاع نسبه الطلاق بسبب معاش المطلقات فتح الباب على مصراعيه لوجود ما يسمى بسماسره الزواج او الطلاق. طبعا دلوقتي السمسار عايز يشتغل، عايز يحصل نسبه ربح عاليه، فالطلاق سهل بالنسبه له، فاصبح دلوقتي اي حاله احنا بنحاول نصلح كمأذونين، بنحاول نحل، بنحاول نشوف السبب، انما السمسار او المندوب ما بيدورش. وانا شايف ان الحل من وجهه نظري كمأذون بعمل بالمهنه دي بقالي 17 سنه وكمتحدث رسمي باسم المأذين وعندي خبره في المجال ده، بقول ان احنا عايزين نعمل حملات توعيه نثقف الاسره، يعني ايه زواج، يعني ايه طلاق، يعني ايه مشاكل اسريه، ازاي نقدر نحلها، وده هيكون بتقديم توعيه في الاعلام، في كصحافه، كتلفزيون، كمراكز الشباب، كقصور ثقافه.